أديب مصري ساخر مؤلف كتاب وداعاً للطواجن، فمن هو؟ اتنشرت سنة 1995، فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. ميخائيل. أحمد فؤاد نجم. أحمد فؤاد نجم مؤلف ساخر، ده شاعر، شاعر عمية كمان. ميخائيل، إجابة خاطئة. في إجابة؟ أنا أنت أختار بين اتنين. مين بقى الاتنين؟ أول واحد مين؟ أحمد رجب. أحمد رجب طبعاً مؤلف ساخر وكاتب ساخر، ولكن إجابة خاطئة. مين التاني بقى؟ محمود السعداني. الإجابة الصحيحة محمود السعداني. مجموعة من المقالات للمظاهر الاجتماعية المرتبطة بالأكل.